السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وحضراتكم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، ومن الجنة أقرب وعن النار أبعد، وللأمة الإسلامية أنفع. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل الله صيامه وقيامه، وأسأل الله أن يجعلنا في رمضان من الرابحين، وبليلة القدر من الفائزين، ومن عتقائه من النار. وعيد سعيد على حضراتكم بإذن الله، تقبل الله منا ومنكم. كل عام وحضراتكم بخير. شكر موصول لقناة ملتقى العلماء، ربنا يبارك فيها ويجعل عملها خالصا لوجهه الكريم يا رب العالمين، ودايما صل على الحبيب قلبك يطيب.